المشاهدين الكرام هنا التليتشات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. برنامج الثقافي، برنامج ينفاني ينفاك، برنامج ينفاني ينفاك ده كمان يعني نخلو فوق كل المواطنين التشاديين القاعدين في مختلف الأراضي الوطنية التشادية أو كمان القاعدين في الخارج، بقدروا كمان يعني بيشوفوا أشياء مختلفة تقدر كمان بإتساءتهم. في البرنامج كمان نلقوا المعزوم، هو كمان الممثل الكبير بشر الشليكي، بشر الشليكي لأن معروف لديكم، فده كمان برنامج رقم 2 اللي تلقوا في التلفزيون الوطني. أنا ما من قبل قلنا رجاك وقلنا نشوف كمان، نقول أنت ما الآخر مش كده. أنا ما دخل وربيت ها؟ ما ده بس أنا ذاته وقلنا نقول كي عليك توا ده وين؟ أنا قاعد جنبك بس. يا سلام. ما بعيش، أنا شفتك بين البلد قلت أنا نلقاك بس. يا سلام. لا. فلا مشاهدينا الكرام، إحنا قاعدين مع مشاهدينا يرجونا زي. قاعدين قبل رجونا في إطار برنامجنا ينفاني ينفاك. الله أكبر. في إطار برنامجنا ينفاني ينفاك، اليوم كمان دايرين نهجوا في الحياة، أنا ناس القاعدين برا. هاي ترى. أيوه. هذا دخل ورا البيت بس فكرت برا. نعم. الله أكبر. أيوه. دار بر ما جامين ما لب الكابيتال ما شيك شيك. نعم. هاي. لب الكابيتال دك انت مش ورا بيت قلت خمخ وكي تقابلني لا هذا بقاي لا هذا ما في هيس كل كمله دار بر انت تقولش بس اي كيلومتر اي بو كيلومتر دي كيلومتر تروى كيلومتر ده اللي بقول بس قال لي شغل اخر كان تمشي كان 10 كيلومتر كل على الميل تمشي بس ممكن الناس اللي تنقل شيء وايد خفيف كمين ندر بر يوا فكرتيني ايوه شفت في دار بر ده ناس ندر بر ما ناس الا بالهيل عندهم في ترين شيك شيك نعم في أنا دربر كنا رجع هجيل بفي أنا دربر ده تعجب وأنا كان أنا هيل بهيل قلت عليه نادم من هيل دقاي كبس قام قال أسم نوري شغل بس حلو في الدنيا مش يدك بيت إيتاش بفيتر فيتر ده كله قاعد يشوف الناس الماشين تيجي بوتيرو كلمة تزر سو وفوق تفوق فريقه أنا تلقى شغل الدور قلبك ده تاكل جدات يه هود يه اسم بيا بيا دي او ارديفر يم يم دول كل قال فرقو كان يدك تشيل تسخن في شغل جاي رو احمد اون ديلي اون ديل تسي هام نعم تسي بار تشيل جيت سب فراس بتنوم في مثل ما ار نعم وكان يدك كم تفك التلفزيون هناك تقعد تالي تشاهد تالي القلب يدور وينو كنت تقعد تب 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 تاثر بزخير دي الدنيا دي الدنيا ومرت جاي جنبك تشوف يلبس خلق خفيف يمسك يقبل كي سي سلام في سي سالا امبيونس دي لا كابيتال تعال دربر روا شافك بقول ودي كلامك ده يا خاي لا انا كنت ضايق ساكت هل وانا الدنيا دي ما هني في دربر في خريف دقوت وكملت الما الفضل شي والقى سب تشك تشك شند نعم انت كوزي راك مدك رجله تمين دب 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 رجله تمين كوزي ايوه عندك جداد قاعد داخل خنميت قاعد داخل بقر قاعد داخل في كل فيلو بالكوز وايد بس وري انا بقر كان انا هر بقر كان دقه كيف دخانا قال يقوم يجي لك طول نعم ها ايوه مرت كل جاي داخل وانت مرتك شال خل وقاعد دوك كيكي جاي ادل لك شغل انا خلد الله يخليك قال ما انا خلد ايوه بيتبقى فرد 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 قاعد تشوف سوف جاي سي كيكي ايوه سوف المدك به نعم بدينا انا بشيبه شيبه وقاعد مرتك جاي سي كيكي والم جاي سوف وسوي لك ملو وانت دين بقر الله اكبر وهناك جواد قاعد جنبك ده وين ترى يعني ودخان ذاته كله هما مرمخ عمر مرمخ ايوه وتشم في البقر دول تشم في الخنم جدات تقول يسوي اوي 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 في بيتك داخل نعم انت قاعد في كرك وانا كان هاتف ده وتحكيت وقاعد تشوف مرتك دي هيا يا سلام انا اكو ايتاج دول ودي بيوي دول بي تريس دول بي كيس دول ودي حالات شنو انا قلت يا تقول بمزاج يا تقول بمزاج كان تربر بمزاج ايوه كان لبليل كل بمزاجه نعم يا تقول بحق يا تقول ودي بقى يشوف حق ده حلو نعم هو التربر كل جاي يشوفه حق ده حلو ايوه كريم من نيت قاعد يا تقول بيه برجر ماكا تمام نعم يا تقول بيه انت نظام ماكا ودي قال انت بوستي وتير جنبك انت هنا كل اوراق وتقول اوراق انت كما انت بوست كل جاي جنب السلطان ما بي سلطان كورنك سلام تقول كان دين بس انت تجي جواد قاعد نعم ها جواد كل اكل خل مولا وكل جاي في كوز هناكم ده بس كوز هناك مدق كبر عيالك بينك جاي او كده هيا يا سلام ها ايوه هو فيرت ايتاج فوق دول ايوه عيال يقولوا بيتيتك دول ده ما ينفع
ينفني ينفاكا ده ينفني ينفني ينفاكا برنامج خاص من التليجات. ايوه الموضوع الثاني كمان الموضوع الثاني القادين بيقروا الايال في دار برا صغير فيه ايوه كبير فيه نعم فكرتني يا اخي قصه واحد نعم قال لي خليك في دار برا بتاعت جبتني نعم شفت في دار برا اسم الورد نعم دار برا عنده الف كيلو جيجر الف كده يشق هي اللي ده مش شغل كيلومتر كم تعرف كيلومتر دو كان تحاسب ده رواخ انا فين جمين ده رواخ انا يوم تمام نعم لكن هناك تلقى يروح نص يوم بس يمشي قديس قراي لا عيال تبقى يقبل نعم الف كده يوم ماشي بتقبل في الليل سا وايت انا في الليل فانتي كاترين فانتي كاترين ما سا سا ميديد ايوه فاوراق فان سنكر نعم فان كاترين فان سنكر فان سيزر هناك فان سيزر هناك فان سيزر ترى بين فان كاترين كل زيد يومين زيد ساعة اثنين جاي في الليل وين بس كش كش كم مرفين سوري يوري كم مرفين سوري وش وكل يوري يعني من زبوتي هكا بس نعم جماشي في لبالي الوايت شافنا الواي هنا قاسي كش 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 جاي بر تنقر شافوا أكد ياسب دم مرفين ولا شخو الدود ولا النمر ولا شافر تارمين بنات هي اللي ده ما دورت برد في البيل تمر برا شيء قوي تبرد نعم عشان ده نظامكم بس كم شافوك هي قياتو ولا بس قال انا مبر بس وكان برد قال يو داف مره كبير ولا بني صغير قال انا شباب شيء كما كبير بلينو نبليل ده ما برود ما عجبني كان جيت طرف شيء كي طرف كان برد هي. قال ما تخمل عيال بندي ولا شغل كي هوان كي انكون يجي خشاك قال ها ما نخاف ايه البندي لا انا ما نخاف منهم انا كان قال برد عندي سكرتي ايه وكاني ما عندي مشكل ما عندي برغلم بقاي كي قال ايه والله اي البني ناس كمان اي البني كل ما تعرف ايوه هو فخير ترى قال لك انا ولا البني يدور ينادوا يجي بس يدور ينادوا يجي بس لكن قلت برا قول فخر وادي يقول نعم نجين ترى يا سلام قال ما تخمن اي البني قال اي البني ما نخمنهم الناس اخر ما نعرف اي البني ولا ما يسوون شيء بس قفات كيك انا قال ولا البني كل ما تعرف اقول النق ولا البني هو زي ذا بيقول البني والله يا غير يا سلام يا فني يا فاكا برنامج خاص من التليشات فنشكر كذلك كل المشاهدين القادين بيتابعوا معنا اكيد اكيد يا فني يا فاكا يا فاكا يلا مشكله انت الهيرات والله هيرات ده ايوه شغل امبرتات نعم شفت جبت هيرات بس فكرتني يا اخي يا سلام هيرات ده اسمع ناس وين ترين جاها سوزري تمام هم قال ناس دي تقول جباري تمام في هيرات فكرتني ايوه قال نهار لوبي نعم ترد لوبي ما لا اركو نهار لوبي لوبي هي يا لوبي لوبي يلا شويه شباب لوبي واي يلا ترب 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 خارج قريب جاب سب 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 يا دول زر انا كاكو يسو كاك لوبي دي قم 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 لوبي دي شت دي كتير امل فرج لوبي فرج نص ابيض نص امر نص لوبي لمن قريب ازرق ازرق امر كرمد لوبي دي مر مر يا تقول قلب فوق لوبي دي رجو يبس دقول لوبي انام مرقو تب قسمه كور بهين كور 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 ناس جبارين ودقول قال حق ما يخلي فوت اخو ودقول قال حق ما يخلي فوت ظلم اخو شوف ردي شوف لك قسمه كور كور جوت قاعدين تي شي كي جو قسمه بتاني من جو قسمه شوال 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 كم 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 ده كله خطط ترى جو جو بيتي ديال اللي بعد فدد كور كور من نصر كور ايوه انت شيل كور انت شيل نص كور انت شيل نص كور انت شيل اسمه كوالا ولا كوالا الصغير قاعد يقول فوق هو كل شيء علاقه شيء هو كل شيء علاقه شيء قسمه شغل دو واحد واحد لوبي دي قسمه قال الفضل ده نركبه نركبه ده اقول واي واي ظلم ما في هو يقول مش انا كبرت نلبسر سوى سوى ظلم ما في غورو ده دبر فوق هو يقول بقال من هناك نكون كاتب ريبليك انا معناتها دربر نعم كاتب ريبليك انا دربر هاي نعم قال هو كل يوم سوى سوى لوبي الفضل شيء ركبه قلنا اقول قلا قلنا اقول كده نال موي ظلم ايوه نشيلو شوك انا كتر التويل دي أيوة. يا تقول جوخ لوبي واي 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 اي واي واي جوخ واي شال شال واي شال واي تن لوبي دي فضل واي طول نعم في قرطاس ايوه قال اسو يا تو شيل يا تو بيشيل بينهم مال الاثنين قال لي قسون قال ها هند قسم ترت شيل كبير شافنا روي ماشي بجواد هاي هاي تالك اي ادني شريك تال شي كده من بانزور ظلم قسم لنا لوبي لوبي دي تقسم السوسة وكل لوبي دي أشبه أيوة ركوب دي بخمام كل فلوب دينا قتول سكر قتول يوم يوم ما كل فوق ألو نعم نار إنه شارف ساكين ده خطأ إيه لك يقول سوا سوا رد قسم منوس نعم في قسم من القسم منوس ده هو شارف قوي كلام وده كل حق كلام أيوة لكن نار من القسم منه كل قلب في اللوبي
يجيب كبل لبي بس ما لقى داخل انا ساكن بس واقع هرم هرم بس قتاشي في لسان في لسان اي يا سلام طب النادم الوقف في خسارة النادم الوقف قدرني وقف في خسارة يا سلام حكان ولا اخوني كادي دول نعم اليوم اسم شغل واي كان كان شفتو شغل كبل لبي اللي ماكل ماك شفت كي ما مرقاك ده دوك دربر ايوه الغا زري واي نارك ينتك بتم بوت كل دوك كان ما تقدر دوك خلو كل دوك لبي يا سلام لبي تشيبر والله اني فايدت ولا كمان لبي كل دوك شغل واحد انغلغل ولا شغل بانغا ولا دوك انجبر ولا لان شيء قال انت تسويه عشان يعني ما تنبر خسارة نعم نعم انت كتلقى بس هذا هو قيس انا ينفاني ينفاك لما نقول ينفام نعم لين عني نقول ينفان وليه القايد بتابي ليه القايد تابين يقول ينفان ايه شكرا فالنقطة الأخيرة كمان يوه فيها واحد عند 100 وعند 20 ومشى جامعي وخلت بدور بنت صرخة هيا ايوه وذي من برا نعم وذي لبنين ايوه شغل عالم ترى نعم عالم ده قويني ترين ايوه شفت قالوا لي زي مصاريف انا اكنومي ايوه يدي دي 400 يقول 400 كدر 200 دوك في بوشن في دبر ايوه عند 10 ريال كل بفوق تمام ده في مسجد تفسير كلام هل وانا اعلم ده جنة ده نار ده حرام ده حلال ايوه ده يودوك بغان هوان ده يجيبك بغان سبب كلام ده يسم 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 شيكي شارو تاغي نعم تاغي ده ما في مسجد تعرفوا ده مال عند خمسة ايوه احسب استتاب بس نعم. تعاون على البر بس والتقوى بس التقوى نعم انت كل ترفع عند 10 يزغل عند 5 يزغل يقول شاف كي قايد بي قايد شيف كي في بوش ديري رقة ده دير كالكتي مرقة 10 دست كالكتي كي ده تعال ألف ده مرق واقع ايوه زغل 10 ده كنغلن نار ده فك القاي يشيل 10 10 10 10 ده قبل القبل ده مين نازل ورورول لما سكه قربا سولوك بس ما اجلو ايوه سولوك الفك انت الف ده هو كان ياسف نار ده يدور انت الف ريال شارب زغل في تاكي كلك ايوه او غيري شي كي تفسرو كي كملو مارجين من مسجد خلاص الناس كل ماشي مرقوا خلاص اسلام ما شدد خلاص ايوه ايوه تقول الحمد لله ما شاء الله هاي تفسير ده تفسير حلو ودي تفسير منك ما في اخر كان تفسير بس ودي تفسير ده هاي نادم ما شاء الله الله انت هاي ودي كر مكرم نادم انت اكرم نعم بس كما قالوا قال انت كل يا خير راجل صدقه بس صدقت الف ده هو قرص حلال قرص حلال قال نادم انت صدقت الف قال الف ده ما انا انت ايوه الف ايه انا خلاص بيجي كرشم بيجي كرشم خلاص نعم قال فين كيف قال انت وقت دلقات سيل قرصك ده وقت وانا انتيت قرصك انا انتيت قدامنا قال له قال هاي ما هو انا انتينا وانت ما عندك خبر ناس وانقول انت اخر كثير انتيت قال لا اله الا الله محمد رسول صلى الله عليه وسلم نعم نبي داوود قال لك رجب قال لك بطاخ يا سلام انا بدي صدق الف يا سلام انا والله ما الف صدق ده كان كثير يقول من 10 دل 5 ما نعرف ولا نركب بزياده ايوه هاو نزرف هاو انت شنو يا سلام اللي مولي يا سلام دام جديدي خلي صوتي قبل اللي هاجي الله يخليك هذه ينفاني ينفاني فده كل عبارة عن وصية كذلك لكل المشاهدين ومشاهدات عن التليكات المشاهدين ومشاهدات عن التليكات بدأ خلاص تكمل الحلقة الثانية عن البرنامج ينفاني ينفاك وزي ما تعرفوا السادة المشاهدين ينفاني ينفاك فده كمان يعني برنامج الثقافي من التلفزيون الوطني فنشكر كذلك كل المشاهدين يا سلام الشاديين القاعدين بيتابعوا معنا صغير ما يعرف كلام عرب كله خليه يورو كلام عرب بتاعتنا انا عليك تو الله يخليه وحتى الشاديين القاعدين بيتابعوا معنا في الخارج ايوه كان فرنسي كم سوتي تري سوتي تري قاعد مكاتب في بطنين شكرا ايوه ونشكر ايضا المهندسين متابعه سعيده ما باقي برامج هنا التيلي شات